موضوع مهم جدا. وزارة المالية بتدرس مشروع تعديلات قانون لإعادة هيكلة الضرائب المفروضة على أدوات الدين الحكومية، وبتدرس عملية احتساب الضرائب على أذون وسندات الخزانة. الموضوع ده هيكون له تأثير على القطاع المصرفي والبنوك المصرية والكلام ده، وده محور نقاشنا الرئيسي مع ضيوفنا إن شاء الله، لكن بعد مجموعة من الأخبار. ده هيكون محافظ البنك المركزي الأستاذ المصرفي القدير طارق عامر قرر إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب، يسهم المستثمرين الأجانب يسهم في تدفق أموال الصناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة. ده كلام طارق عامر، قال إن إلغاء هذه الآلية بيدسهم في تدفق أموال صناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة، وبالتالي يستفيد منها الاقتصاد بشكل أكبر وأسرع. أضاف عامر في بيان البنك المركزي أن القرار جاء بعد وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي، ده مؤشر مهم جدا يا جماعة، إلى مستويات قياسية تقترب من 45 مليار دولار. عندنا احتياطي نقدي أجنبي 45 مليار دولار، ده بقى جد عمار يا مصر. عمار يا مصر المعنى الحقيقي يعني. 45 مليار دولار يسهم في جعل أموال الصناديق الاستثمارية العالمية تتوجه إلى السوق بشكل مباشر دون الدخول ضمن آليات تنظيمية. كمان وقع رئيس البنك الزراعي السيد القصير اتفاقية